لنادي ليفانتي، عالية خطيرة، فرصة 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 ليفانتي، بتضيع بتضيع، لا زالت موجودة. جول ثاني المغربي نبيل الزهر، نبيل الزهر سجل هدفا ثانيا لليفانتي. يا لها من اجواء في الملعب، الزهر نبيل الزهر المغربي الدولي اللي كان بديل وتحول الى المباراة الكرة الماضية بإصرار كبير من المغربي نبيل الزهر مع أكثر من قميص أبيض، ومع ذلك يأتي بالحال في المرة الأولى، الإصرار بعد ذلك في المرة الثانية، الكرة بهذه الصورة لوبيس، وبالتالي يتقدم الآن ليفانتي على ريال مدريد، وريال مدريد الآن بعدما كان يبحث عن هدف ثاني بالنسبة له للفوز، الآن يبحث عن التعادل. أجواء كبيرة في ملعب المباراة، ضربة ركنية عن طريق لوكا مودريتش، عالية وللأمام، كرة تبعد، تعود إلى لوكا مودريتش مرة أخرى، وهذه عالية وبالفعل، وبعد ذلك تبعد وتعود الآن، ولدينا كرة جميلة وخطيرة، والحارس الممتاز نافاس، الحارس الممتاز نافاس يتصدى لسيء من الهجمات المدريدية من جميع الجهات، العالية كانت بهذه الصورة، وبعد ذلك عند حارس المرمى نافاس، ارتقاء من جانب كريستيانو رونالدو، صوت عالي من المدرجات، فرح كبير في المدرجات، وعندنا تبديل آخر، خروج هذا اللاعب روبن غارثيا، واحد من ناشئي نادي فالنسيا لكنه بعد ذلك تحول الى نادي ليفانتي، عنده 4 أهداف مع الفريق في 31 مناسبه سابقه في الليغا الاسبانيه. ولاحظ هنا حقيقه الجماهير المتعصبه المتعطشه، اول فوز هذا الموسم سيرجيو بينيتو، هو اللاعب اللي يدخل الان ثالث بديل عند السيد خواكين كابوروس، خطا لريال مدريد، والمباراه الان في اخر دقيقتين من عمر مباراه هذا المساء، اخر دقيقتين، هل يعود الريال بالتعادل الى مدريد ام ان هناك مفاجاه مدويه اخرى تضاف الى المباريات اللي فيها مفاجات في الليغا الاسبانيه؟ حماس المدرجات وحماس الأقدام وحماس وصراع كبير الآن، كرة عالية، تقدم معظم لاعبي ريال مدريد باستثناء فقط سيرخيو راموس، خطأ في الكرة الماضية، الصافرة تأتي، نعم، ولدينا ضربة حرة مباشرة، وعندنا مباراة تقترب من الدقيقة الأخيرة طبعا بانتظار الوقت المحتسب بدل الضايع هذا المساء، لوكا مودريتش، كريستيانو رونالدو، حصار موجود، لاحظ كم من أصحاب القمصان الزرقاء أمام اللاعب اللي عند الكرة ويلبس اللون الأبيض، تكون حقيقة الوفرة دائما، وهذه كرة فيها المرور فيها التقدم، لجميلة منقولة، جول جول، البديل الشاب الصغير موراتا، عاشق شباك ليفانتي، العام هدف الأول بالليغا كان في شباك ليفانتي في هذا الملعب، والله الله، صغير لكن بأسلوب الكبار يأتي ويدرك التعادل، بالفعل
تشوف أمامه كم مدافع، مع ذلك يتخطاهم ويرسل الكرة في المكان الصعب ويأتي بالهدف ويتعادل ريال مدريد. الشوط الأول ما فيه أهداف وكنا نقول أنه حلو ومثير. طيب شو نقول عن الشوط الثاني اللي فيه 4 أهداف؟ سجل ليفانتي، تعادل الريال، سجل ليفانتي، عاد الريال، 4 أهداف كلها سجلت في الشوط الثاني. فهل من مزيد؟ هل من مزيد؟ 4 أهداف سجلت في الشوط الثاني بعد 90 دقيقة، فهل من مزيد؟ هذا السؤال، لأن لدينا 4 دقائق وقت محتسب بدل ضايع، وبالتالي كرة الآن تلعب، وصلت الآن لمارسيلو. دخول مارسيلو أعطى ريال مدريد بعد هجومي آخر، والكرة الآن للأمام، ولاحظ العودة الآن، يعني ما يحسب للريال عودته بعد أن كان متأخرا في المرتين، ولكنه أيضا يعني ما طول كثير، وما يحسب أيضا على نادي ليفانتي أنه بعد أن سجل الهدف الأول لم يصمد كثيرا، وعندما سجل الهدف الثاني لم يصمد كثيرا، وترك المجال للريال العودة في المناسبتين. والآن الكرة الماضية، وبالتالي الدقيقة الأولى مرت على الدقائق 4 المحتسبة كوقت بدل ضايع. 5 إيطالي يتواجد في الفريق الملكي ريال مدريد بعد كابيلو مدربا، وبعد كريستيان بانوتشي المدافع الدولي السابق، وبعد كذلك أنطونيو كاسانو اللاعب الذي كان حاضرا مع كابيلو وبعد ذلك اختلف معه، وبعد فابيو كانافارو الرجل المتوج بلقب كأس العالم عام 2006. الدقيقة الثانية، آخر دقيقتين من عمر الوقت المحتسب بدل الضايع. مباراة مثيرة جدا في الشوط الثاني. كرة مرتدة لفريق نادي ليفانتي عند فاران، حارس المرمى دييغو لوبيز. ريال مدريد بعد هذه المباراة يقابل ملقا في الأسبوع القادم في الجولة 9، بعد ذلك يقابل يوفنتوس في قمة مباريات المجموعة في دوري الأبطال، وبعد ذلك لدينا الموعد المنتظر من الآن، كلاسيكو كرة القدم الإسبانية المنتظر في الكامب نو يوم 26 أكتوبر الحالي بحول الله تعالى. هذه لعبة للأمام، ريال مدريد في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة خيسي رودريغيز عن طريق مودريتش، التسديدة، الله 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 الله، حلوة من مارسيلو، قذيفة من مارسيلو، تعود لريال مدريد. كل الضغط الآن وكل لاعبي ليفانتي يعودون الآن، والريال الآن يتقدم، الآن يتقدم للأمام إلى خطيرة في المكان السليم، وصلت الآن كريستيانو، سدد، جول، الله، كريستيانو رونالدو، عجيبة، على كريستيانو رونالدو، لا تقولوا هذه صعيبة، يا إلهي، هذه مباراة تشاهد مرة ومرتين وثلاث في الوقت القاتل، ما لها إلا كريستيانو رونالدو اللي يضع هذه القوة وهذه الدقة في الكرة الماضية، مرت من الكل، اصطدت ووصلت، وكريستيانو رونالدو بالتالي يسجل مرة أخرى ويهدي ريال مدريد الفرح. نعم، عجيبة، يعني عجيبة، كريستيانو رونالدو يقول ذلك، انتهى. يا لها من مباراة مثيرة، الأهداف 5 كلها سجلت في الشوط الثاني، ويتنفس المدريدي الصغير قبل الكبير الصعداء. يا لها من مباراة مثيرة زميلي العزيز خالد ياسين. أعتقد أن الوقت ضيق الآن للحديث عن هذه المباراة، لأن هناك مباراة أخرى منتظرة بين برشلونة وبلد الوليد،
لكن الحديث سيكون ممتدا بعد المباراة عن الأهداف الخمسة والتحولات المثيرة بفوز الريال في ملعب ليفانتي.